إن شاء الله اليوم راح نتكلم في في التشابتر السادس المقرر معنا، وهو بتكلم على اليونيفايد موديلينج لانجويج. سابقا تكلمنا على اللي هو الريكويرمنتس والفانكشنال ريكويرمنتس والنون فانكشنال ريكويرمنتس في تشابتر 5. المرحلة التالية في مراحل او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بشكل عام بتكون اللي هي ديزاين اند امبلمنتيشن، وهذه راح ناخذها في تشابتر 7. بس قبل ما ندخل على تشابتر 7 لازم ندرس شوية اساسيات بتخص اللي هو الموديلنج، اللي هي يعني اي واحد بده يدخل على الديزاين او بده يتكلم على الديزاين لازم الاساسيات هذه تكون موجودة عنده ويكون فهمها كويس، واللي راح نتعرف عليها ان شاء الله في هذا التشابتر. فعنوان التشابتر هذا حيكون Unified Modeling Language، اختصارها UML. وكل واحد بيدرس هندسة برمجيات او يعني بيدرس او يعني بيدخل في هذا التخصص لازم يكون عارف اختصار UML بالضبط لايش. فالاشياء اللي راح نتكلم عليها في هذا التشابتر اللي هي System Modeling Concepts، يعني ايش الاساسيات اللي بيعتمد عليها System Modeling، ايش الاساسيات الاشياء الاساسية اللي بناء عليها انا ابدا اشتغل في السيستم موديلنج، او كيف اعمل سيستم موديلنج مثلا. تمام، هذه كلها ان شاء الله راح نتكلم عليها في هذا التشابتر، وحتكون كانترودكشن في هذا التشابتر. بعد ذلك راح نتكلم على اليو ام ال لانجويج او اليونيفايد موديلنج لانجويج، ناخذ يعني انترودكشن عليها، وبعدين الاشكال الموجوده عندي هذه زي ما انتم شايفين في عندي اسم وباخره في دياجرام، هي عباره عن اشكال يعني عندي use case diagram مثلا، هذا يندرج تحت اللي هو الـ UML diagrams. يعني الـ UML في تحتها حوالي يعني 13 او يعني اكثر من يعني عدد كبير من الـ diagrams، وكل diagram من الـ diagrams هذه بوضح لي او يعني بقدر استخدمه عشان يعني اوضح شغلة معينة في السيستم. طبعا بنفعش نيجي نشتغل على الدياجرامز هذه بدون ما يكون في عندي requirements اللي هو الـ SRS document، الـ Software Requirement Specification document، لأنه منه أنا بقدر أعمل use case diagram، بقدر أعمل sequence diagram، بقدر أعمل class diagram، state chart diagram، package diagram، deployment diagram. هذه الدياجرامز كل واحد منهم يعني بيختص بجزئية معينة أو بتعرض للسيستم من وجهة نظر معينة. فيعني راح نمر عليهم إن شاء الله، في راح نركز على الـ Use Case Diagram، الـ Sequence Diagram، الـ Class Diagram، هذول راح نركز عليهم، والباقي برضو راح نشرحهم، بس التركيز دائما بيكون على يعني أغلبه بيكون على اللي هو الثلاثة الموجودين عندي في الأول. فأول سلايد عندي هنا بتتكلم يعني في كإنترودكشن عن الـ UML. دائما لما حدا بيتكلم أو يعني بحكي لك UML معناته انت قاعد بتتكلم على الموديلينج. الموديلينج اللي هو بدك انت تتخيل اللي هو السيستم، يعني انت عندك مجموعة من الريكويرمنتس لما تيجي تقرأها انت بصير عندك تخيل لأجزاء السيستم، تخيل ايش بالضبط راح يكون في الصفحة الرئيسية، ايش راح يعني فانكشن معينة كيف راح تتم، كيف الخطوات اللي راح تمشي فيها عشان يتم انجاز يعني فانكشن معينة في السيستم. فتعريف الموديلينج هو عبارة عن فيجوال موديلينج، هو عبارة عن رسم فيجوال مرئي، وهو عبارة عن طريقة للتفكير او التفكير يعني بناء على المشكلة الموجودة عندي. تمام، وربطها باللي هو الواقع، ربطها بالواقع الموجود عندي. يعني انت لما تكون في عندك مشكلة تمام وانطلب منك الحل، انت بتروح بتفكر وبتعطي حل بناء على المشكله اللي عندك. لكن الموضوع في موضوع السوفت وير انجينيرنج انت بتطرح لك المشكله، لكن انت بتعطي لي فيجوال موديلنج، حاجه مرئيه، وبتقول لي هي الحل على ورق. وهذا يعني راح نتعرف عليه اكثر واكثر كل ما نمشي في هذا التشابتر. فموديلنج بروموتس better understanding of requirements, cleaner design and more maintainable systems. فلما بكون في عندي modeling، لما يكون في عندي رسمات بتوضح لي جميع requirements، بتكون مثلا رسمات بتوضح لي خطوات function معينة كيف بتتم، لما يكون في عندي رسمة بتوضح لي أجزاء السيستم، يعني بإلقاء نظرة على اللي هو
هذه الأشكال إلى حد بنسبة 80% أو 90% بتغنيني إني أرجع أطلع على Software Requirement Specification Document. يعني Software Requirement Specification Document ممكن يكون 50-100 صفحة 500 صفحة، لكن بالنسبة للموديلينج ممكن تكون 10 أو 20 صفحة. فأنا الأشكال هذه ممكن أن لما أطلع عليها خلاص أفهم بالضبط إيش المورود، الأشياء اللي تم يعني كتابتها في اللي هو Document Requirements. فبتعطيك هي better understanding للrequirements لأنه تم اشتقاقها من الrequirements. cleaner design، الديزاين اللي بيصير عندي أنا clean، والمقصود بالديزاين اللي هان مش ال UI UX، المقصود في design السيستم ككل، هيكلية السيستم. ولما يكون في عندي برضو modeling صح وmodeling سليم 100% بيعطيك أو هذا بنتج لك اللي هو maintainable system. يعني لما مثلا أنت تعمل modeling صح لسيستم معين وتتركه ويجي واحد تاني يكمل من بعدك، لما يجي يطلع على المودلز هذه ويلاقيها إنها معمولة بشكل سليم، ممكن إنه بشكل أو بطريقة سريعة وسهلة ممكن يفهم السيستم ويقدر يعمل له maintenance لو حصلت أي مشكلة في يعني مشكلة معينة في هذا السيستم. فالمودلز هي مفيدة عشان نفهم المشكلة. Communicating with everyone involved with the project, customer domain experts, analysts and designers etc. إلى آخره. فالموديلينج أو المودلز هذه طبعا هي طريقة مفيدة جدا عشان أنا أفهم المشكلة وعشان برضو أقدر أتواصل مع الأشخاص الموجودين عندي. يعني أنت مش منطقي مثلا يعني يكون في عندك SRS document مكون مثلا من 500 صفحة تروح تعطيه للكاستمر وتقول له يقرأه، تمام؟ مش منطقي جدا، يعني ممكن الكاستمر يهمله. عشان هيك لما يكون في عندك مودلز زي هيك، ممكن يكون في عندك مودلز للسيستم في 5 صفحات أو 20 صفحة، ممكن تعطي له حاجة زي هيك، وهو ممكن يعني انت لو أعطيته بعض الإرشادات كيف يقرأ هذه المودلز ممكن يستوعبها وممكن يفهمها بشكل سهل وسريع. Modeling enterprises, preparing documentation and designing programs and database. فمن خلال المودلز هذه أنا بقدر أعمل اللي هو documentation للسيستم، ممكن أعمل design للداتابيز الموجودة عندي، ممكن برضو من خلال المودل يعني نتطور شوي ونشتغل على موضوع اللي هو الـ UI UX للinterfaces الموجودة عندي. فيعني المودلز بشكل عام هي مفيدة جدا يعني لهذه النقاط المسرودة في هذا أو في هذه السلايد. طيب نكمل. Models are abstractions that depict the essentials of the complex problem or structure by filtering out non-essential details إلى آخره. ففي المودلز دائما بتعتمد على حاجة اسمها abstraction، وabstraction معناتها اختصار. فأنت بدك تختصر قدر المستطاع الأشياء اللي محطوطة في الـ SRS document، ومن خلال هذه الاختصارات أنت قاعد بتلخص كل شيء موجود في اللي هو الـ requirements المسرودة في الـ SRS document، وبتحاول أنك تسردها أو ترسمها وتنتجها من خلال اللي هو موديل. فإحنا بنشيل جميع اللي هو الـ details الموجودة في الـ SRS document، بنحاول نتخلص منها وبنخلي الأشياء الأساسية بس وبنحطها إحنا في المودلز، تمام؟ الكومبليكيتد بروجرامز أو الكومبليكس بروبلمز إحنا بنحاول برضو نعملها بريك داون، بنعملها لبريك داون لسب بروبلمز زي ما شفنا في الشابتر اللي هو الشابتر الرابع أو الثالث لما تكلمنا على البروبلم ستيتمنت وكيف بروبلم ستيتمنت بتكون مسرودة عندي بنظام مثلا قصة أو يعني كباراجراف. فروحنا إحنا عملنا إلها بريك داون لنقاط، تمام؟ هذه النقاط بتفيدني في إني أعمل بريك داون للمشكلة الموجودة عندي وأشيل الأشياء المش ضرورية في هذا اللي هو السرد، وحاول أخذ الأشياء الأساسية واستعملها في الموديل الموجود عندي كنوع من أنواع الأبستراكشن. ف
فالابستراكشن هو عبارة عن يعني fundamental human capability that permits us to deal with complexity. فالابستراكشن هو عبارة عن يعني قدرة أساسية بتكون عند اللي هو الشخص اللي بيشتغل في موضوع الموديلينج، بيكون عارف بالضبط كيف يعمل abstraction، إيش الأشياء اللي هي non-essential details وكيف يتخلص منها وكيف يخلي الأشياء الأساسية في اللي هو في سرد requirements الموجودة عنده أو اللي هو detailed problem الموجودة عنده. ومن خلال الابستراكشن بيقدر طبعا يعمل بريك داون زي ما حكيت للبروبلم، وبهيك بيقدر يتعامل مع اللي هو الاشياء المعقده اللي بتكون موجوده في السيستم. ف to build a complex systems the developer must abstract different views of the system. يعني اذا كان في عندي كومبلكس سيستم، سيستم كبير، سيستم معقد، فالديفلوبر اللي هو الشخص اللي قاعد بيشتغل على اللي هو المودلز بده يعمل بريك داون للسيستم. كيف يعمل له بريك داون؟ من خلال اللي هي different views of the system. يعني مثلا يقول لك بانه اوكي الكلارك مثلا بيشتغل بيعمل function 1 2 3 4، الادمنستريتر بيعمل function مثلا 5 6 7، فلان بيعمل function كذا كذا كذا. فمن خلال الفيو الخاصة بالكلارك بقول لك انه يعني بيقدر يختصر الأشياء الخاصة بالكلارك لوحدها، بيقدر يختصر الأشياء الخاصة بالأدمينستريتر، بيقدر يختصر الأشياء الخاصة باليوزر الثاني والثالث والرابع. فصار في عنده اللي هو different views للسيستم من خلال أو من منطلق اللي هو اليوزرز اللي بتعاملوا مع السيستم. فمن خلال هذه الفيوز بيقدر يعني يعمل أو يبني models بناء على اللي هي النوتيشنز او بناء على المعلومات المعطاة له من اللي هو السيستم الموجود عنده في النقطة الاولى. بتمكنه برضو ان يعمل verifying that the model satisfy the requirements of the system. فانا لما اجي اعمل موديل، خلينا ناخذ مثلا اللي هو الادمنستريتر مثلا على سبيل المثال، في المثال اللي طرح سابقا، الادمنستريتر بيقدر يعمل لي مثلا function xyz، تمام؟ فأنا لما بشتغل موديلينج بروح بأرسم اللي هو رسمة معينة، يعني راح نوصلها إن شاء الله لاحقا في هذا الشابتر، رسمة معينة بتوضح لي بأنه الأدمينستريتر بيقدر يعمل فانكشن كذا وكذا وكذا، تمام؟ الآن هذه الرسمة أنا لو رجعت للأسأرس دوكيمنت راح ألاقي تفاصيل عن اللي هو الرسم هذه موجودة عندي، لأنه احنا اشتقيناها من وين؟ اشتقيناها من SRS document. فهذه بتمكنني برضو ان اعمل verifying اللي هو يعني اعمل verification مع الاشياء الموجودة في SRS document. ومن خلال هذه الرسمة انا لو رحت على الادمنستريتر وفهمته بانه هذه الاشياء اللي انت طلبتها، فانت تقدر تعمل verifying معاه بانه اوكي هي ولا مش هي. اذا مش هي معناته في اشياء اضافية احنا ما كتبناها في SRS document. يعني اذا طلبت اشياء اضافية معناته انت بدك ترجع على SRS document وتضيف هذه الديتيلز وتحاول تعدلها على الموديل بناء على نقاشك مع اللي هو اليوزر اللي انت بتحاول انك تعمل معه verification. Gradually add details to transform the model into an implementation. فهذا الموديل اللي احنا رسمناه لغاية الآن فرضا بدنا نضلنا نضيف عليه شوي 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 لحد ما يكون جاهز اني اعطيه للديفلوبر عشان يبدأ يشتغل implementation ويطبق الكود الخاص بالموديل اللي انا رسمت له اياه. النقطة الثانية اللي بدنا نتكلم عليها، يعني حاليا احنا تكلمنا على الموديل، ايش هو الموديل، ايش بلزمني الموديل، لان احنا نتكلم احنا يعني مور سبيسيفيك، يعني بتخصيص اكثر على موضوع اللي هو اليونيفايد موديلنج لانجويج. اليو ام ال هي اختصارها يونيفايد موديلنج لانجويج، وهذه يعني لغه بتساعدني ان اعمل سبيسيفاينج فيجوالايزنج اند دوكيومنتنج مودلز اوف سوفت وير سيستمز. فمن خلال هذه اللغه انا بقدر اعمل احدد وبقدر ارسم وبقدر اعمل documentation للموديل، تمام؟ هذه اللي هي اللي اسمها UML. يعني في السلايد هذه راح نبدا في اول موديل من المودلز واسمه يوز كيس دايجرام، بس خلينا نخلص اللي هو introduction عن UML.
طبعا الـ بالنسبه لاجزاء السيستم او السوفت وير سيستم، انا بقدر اعمل يعني ارسم رسمه معينه بتخص السيستم، بقدر اوضح فيها اللي هو الفانكشنز اللي مطلوبه من المستخدم او من كل مستخدم يعملها، بقدر اوضح اللي هو الستيك هولدرز برضو من خلال اللي هو المودلز، بقدر برضو من خلال اليو ام ال اوضح اللي هو الاستراكشر اند ديزاين الخاص باللي هو السيستم الموجود عندي، وهذا اللي هو اليو ام ال ككل او كل الاشكال اللي انا يعني سردت في بدايه هذا التشابتر اللي هي هذه بقدر استخدمها في نقاشي مع الكاستمر بحيث اني اخذ منه الاوكي اني اكمل انه هيك تمام انه we meet all the requirements. طيب UML built upon fundamental object oriented concepts including class operations. يعني في ال UML هذه يعني بتعتمد على اساسيات اللي هي الاوبجكت اورينتد، مواضيع الانهيرتنس، موضوع الابستراكشن، الانترفيس، الامور هذه كلها يعني ال UML بيعتني فيها بدون اي مشاكل. فالـ UML بيوضح عندي 13 نوع من أنواع الـ Diagrams. إحنا الموجود عندنا اللي راح نتكلم عليهم يعني حوالي 6 Diagrams، الأساسيات اللي راح نتكلم عليهم تقريبا 3، والباقي برضو يعني ضروريات لكن يعني مش راح نركز عليهم كثير بس راح نمر عليهم إن شاء الله. بالنسبة للـ UML يعني زي ما حكيت إنه في عندي 13 نوع من أنواع الـ Diagrams، والأشكال هذه مقسمة إلى 3 أقسام أساسية. في عندي 6 أشكال من الـ 13 بمثلوا الـ static structure، وفي عندنا 3 أنواع بمثلوا اللي هو الـ behavior، وهلقيت برضو احنا راح نشوف يعني أو إيش المقصود بالـ behavior والـ static structure والأربعة الخاصة بالـ interactions. بس يعني في عجالة يعني هذه التقسيمة اللي هو 13 diagram الموجودين عندي، وال 13 دايجرام مقسمين الى 3 يعني اجزاء اساسيه. يعني في عندي structural diagrams وهي اللي هو الستة، وفي عندي هان behavioral اللي هم 3، وفي عندي interaction diagrams اللي هم 4. طيب بالنسبه للstructural diagram، هذه كل الدايجرامز اللي من خلالها انا بقدر اوضح بنيه السيستم كيف مبني، اللي هو الstructure كيف السيستم مبني، الاركيتكتشر تبع السيستم، من ايش بتكون من كومبوننتس، فهذه بسموها ستاتيك يعني شغلات ثابته ما بتتغيرش. لكن بالنسبه للبيهيفيرال من اسمها اللي هي السلوك، يعني في عندي اكتيفيتي دايجرام انك انت لو عملت كذا ايش راح يصير، لو غيرنا على كذا ايش راح يصير. فهذه كل الدايجرامز اللي بتخص اللي هو البيهيفير اللي هي سلوك السيستم، كيف السيستم راح يشتغل، كيف سلوك الفانكشن راح تصير. طيب في عندنا الانتراكشن دياجرام. الانتراكشن دياجرام هذه عبارة عن أجزاء السيستم الموجودة عندي هنا، تمام؟ المفروض إنه فرضاً الكومبوننت دياجرامز هذه لما يكون في عندنا اللي هو انتراكشن معها مع هذه الكومبوننتس، تمام؟ انتراكشن خارجي من سيستم آخر، من شخص آخر، من يوزر، المفروض يتم توضيح هذه الأشياء كلها في interaction diagrams. فهذا المقصود ما يعني الفرق ما بين ال structural diagrams وال behavioral diagrams وال interaction diagrams. ال structural بتوضح لي بنية السيستم، ال behaviorals أو behavioral diagrams بتوضح لك اللي هو ال behavior الخاص بكل function من ال functions اللي موجودة بالسيستم، ال interaction diagrams اللي هي تفاعل ال diagram هذا مع أشياء خارجية، مع سيستمز خارجية، مع أكتورز خارجيين أو أشخاص خارجيين. فيعني تم تقسيم هذه الدياجرامز بناء على اللي هو الكونسبت اللي موضح عندي في هذا اللي هو الشكل. فرح ننطلق الآن في موضوع اللي هو اليوز كيس دياجرامز. واليوز كيس دياجرام بشكل سريع يعني هي شغلة بتوضح اللي هو الفانكشن اللي بتخص السيستم، الفانكشناليتي. يعني احنا في الشابتر اللي فات كنا نتكلم في موضوع الـ functional والـ non-functional requirements. تركيزي في هذا الدياجرام على الـ functional requirements، دائما تركيزي في هذا الدياجرام الـ use case على الـ functional requirements. ولما يكون في عندك functional requirement
المفروض انه في شخص بقوم فيها. يعني احنا مثلا لو بدنا نعطي requirement الان كfunctional requirement بدي اقول مثلا administrator, مثلا administrator should be able to add users, مثلا add users, او خلينا نحكي student should be allowed to register course. طيب خلينا نكتبها في هذا المكان. لو بدي اقول له insert text box, خلينا نحطها هنا student should be able to register course. طيب هذه الموجودة عندي حاليا هي عبارة عن يعني ممكن نعتبرها functional requirement. تمام, تنقسم إلى يعني جزئين أساسيات. أول حاجة في عندي هان student, الستودنت هذا هو عبارة عن إحنا بنسميه actor. طيب بنسميه actor, يعني عندك مثلا should be able to register course, هذه بتلزمنيش كل التفاصيل الموجودة فيها, بتلزمني بس اللي هي register course. register course يعني خلينا نلون هذه بلون مختلف. هاي عندي اللي هي register course خليها بالأخضر, وفي عندي student هذه خليها باللون أو بلون آخر. الآن أنا الأشياء اللي بتلزمني من هذا الكلام الموجود عندي هان اللي هي كلمة student, وهذه بتمثل لي الأكتور. طيب والregister course هذه بتمثل لي اللي هي الأكشن أو الفانكشن اللي بدي يقوم فيها. فأنا بكل بساطة يعني بأرسم الأكتور ك يعني رسمة ك يعني زي هيك, هيك بتم تمثيل اللي هو الأكتور بهذا الشكل. ترسمش هذه الإيدين الموجودين هان, بتمش رسمهم يعني لتحت, لا بترسم دائرة, يعني ترسم دائرة وخط منها مستقيم نازل منه اللي هي الأقدام, بعدين تعمل اللي هو سترايك عليه اللي هي للإيدين. فهيك بتم تمثيل اللي هو الأكتور, والأكتور هي الستودنت بالضبط زي ما هو موجود عندي في هذا اللي هو الكلام. الآن لو أنا بدي أجي أمثل مثلا اللي هي الفانكشن هذه, هذه بتم تمثيلها بشكل بيضاوي, بشكل بيضاوي. ولاحظ إنه هذه الكلمة بتبدأ بفعل register course, منفعش أقول course registration, خطأ register course. طيب لأنها اسم function, لأنه أنا لما بدي أروح أعرف method مش راح أقول course registration, راح أسميها register course. طيب ف من من ال من 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 السيناريو الموجود عندي أنا بقدر أطول مثلاً الستودنت بإيش عمليات أخرى بقوم فيها كلها لريجستر كورس, بي مثلاً بي فيز, إنرولمنت تو كلاس مثلاً. هذه الأشياء كلها صار عندي ستودنت واحد, وفي عندي أكثر من عملية بقوم فيها الستودنت. فأنا بروح هذه الأشياء بستفيد منها عشان أعمل حاجة اسمها use case diagram, وراح نوصل لل use case diagram إن شاء الله. يعني قربنا نوصل لكيف بتم رسم اللي هو use case diagram. طيب هاي مثال عن الأكتورز الموجودين عندي. هاي مثلا الريجسترر هو عبارة عن شخص, الأكتور هو عبارة عن شخص, وبرضو ممكن يكون عندي عبارة عن system external system. يعني هاي في عندي الريجسترر بتم تمثيله بأكتور, زي ما انت شايف الريجسترر لبروفيسور, الستودنت بتم تمثيلهم او بكون اسمهم برضو actors. وممكن يكون في عندي external system زي مثلا البيلينج سيستم, خلينا نحكي مثلا سيستم المالية, هذا يعتبر برضو كactor برضو, بتم يعني التعامل معه في use case diagram كactor. وفي اشياء اخرى بس مش راح نستعرضها يعني في هذا اللي هو في شرحنا لموضوع اللي هو يعني في هذا الفصل. اللي حابب يتعمق فيه راح يلاقي انه في اشياء اخرى زي تايمر, زي روبوت, زي اشياء اخرى مثلا ممكن يتم رصدها كاكتورز. فاحنا خلينا بس على قد اللي هو ستودنتس او اشخاص بتم تمثيلهم كاكتور, واكسترنال سيستم برضو بتم تمثيله كاكتور. طيب ايش بالنسبة اللي هو ايش بالنسبه للفانكشن اللي احنا عرفناها قبل شوي اللي هي ريجستر كورسز. الريجستر كورسز هي عباره عن اوفلز, اشكال بيضاويه يتم تمثيلها يعني
بالضبط زي هيك. طيب قبل شوي كان في عندي student register course، فأنا برسم الرسمة هذه وبكتب داخلها register course وبرسم الخط من student لregister course. أنا هيك صار عندي اختصار للكلام اللي تم اللي مكتوب عندي في software requirement specification document اللي هي register courses enrollment to مثلا class pay fees، بنحطها برضو بشكل بيضاوي، يعني بكون في عندي خلينا نحكي ثلاث أشكال بيضاوية، وكل شكل من الأشكال هذه في خط ما بينه وما بين اليوزر اللي بقوم فيه. بنفعش أروح أربطه مع مثلا مع البروفيسور، ليش؟ لأنه الشرح نفسه والrequirement الأساسية ما حكت ليش بروفيسور، حكت لي student، فالstudent ممكن يطلع منه عدد لا نهائي من اللي هو اللي هي الفانكشنز او الفانكشناليتي، ممكن يكون بعدد من الفانكشناليتيز، والفانكشناليتي هذه بسميها احنا بنسميها يوز كيس، هذه احنا بنسميها يوز كيس، هذا بنسميه اكتور. والخط اللي هان عباره عن اسوسيشن، العلاقه الموجوده عباره عن اسوسيشن، يعني هذا الشخص بيقوم بهذه الفانكشناليتي. وممكن فانكشناليتي زي ما احنا شايفين هان يقوم فيها اثنين، اللي هي مينتين شيدول، اللي هو يعني الستودنت يقدر يطول الجدول تبعه، البيلينج سيستم بناء عليه هو برضو بطلع لي اللي هو الجدول الخاص بالستودنت، يعني ممكن عملية واحدة يقوم فيها أكثر من شخص. فلاحظ هنا الكلام الموجود عندنا هنا بدل ما يكتب بطريقة سرد زي ما احنا شايفين هنا، يعني مثلا the registrar is going to maintain the curriculum, the professor is going to request roster, the student maintains the schedule and billing system receives the billing information. فهذه الأشياء الموجودة عندي registrar, professor, student, billing system، أنا قدرت أحدد الأكتورز الخاصين في اللي هو هذا الكلام. في عندي أربعة، ولاحظ هنا موجودين عندي student, billing system, registrar, professor. طيب خلينا نيجي على professor ونشوف إيش بالضبط بيعمل. The professor going to request a roster. ف is going هذه is going to بتلزمنيش، عندي request a roster. خلينا نيجي نشوف، هي قال لك request class roster، ممكن تختصرها وتقول له request roster بناء على اللي هو الكلام الموجود عندي. في عندي registrar is going to maintain the curriculum. registrar is going to بتلزمنيش، maintain the curriculum بتكفيني، يعني هيها اللي هو registrar هيو maintain curriculum. طيب في عندنا student maintains the schedule. student maintains the schedule، نيجي هان هاي student maintains the schedule مرسومة. خلينا نشوف البيلينج سيستم، البيلينج سيستم receives the bill information، receives the bill information، نيجي هان ممكن تكون في عندي receives the bill information برضو موجودة هان، لكن هان مربوطة معها بسبب يعني لو نيجي للشرح الكامل الخاص بهذا السيستم راح يورجيني انه maintaining the schedule والbilling information مربوطين مع بعض بشكل اساسي. طيب